بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية لسيدي عبد الكريم ابن قاسم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم علوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه في الدارين، آمين. وما زلنا في أعلام الطائفة الذين ذكرهم في أول رسالته، العلم 39، سيدنا أبي العباس أحمد ابن محمد ابن مسروق، سيدنا أبو العباس أحمد ابن محمد ابن مسروق من أهل طوس. طوس دي اللي هي المدينة اللي اتولد فيها الإمام الغزالي صاحب الإحياء، عشان كده نقول إيه أبي حامد الغزالي الطوسي. طوس دي مدينة كانت موجودة في إيران، في شمال إيران، تهدمت، مش موجودة دلوقتي. لما دخل التتار هدموها وأهلها نزحوا منها، وكانت مدينة عامرة قبل التتار، وبعدين الوقت اسمها مشهد الرضا لأن فيها مقام سيدنا علي ابن موسى ابن سيدنا محمد الباقر الرضا، سيدنا علي الرضا، فسموها مشهد الرضا المدينة الوقتي. وطبعا كانت إيران قبل الدولة الصفوية كلهم أهل سنة، الدولة الصفوية أدخلت المذهب الاثنى عشري وقتلت كثير من أهل السنة واحتلت الإيه؟ إيران بعد ذلك. فإيران الحالية غير إيران في الثلاث قرون الأولى اللي احنا بنقرأ فيها، ثلاث قرون الأولى كانت ممتلئة بالأولياء ومن أهل السنة والعباد والعلماء. هو بقى من مدينة طوس سيدنا أبو العباس، نفس المدينة اللي كان فيها بعد كده الإمام الغزالي، اتولد فيها الإمام الغزالي بعد كده. هو من أهل طوس، سكن بغداد، وصاحب الحارس المحاسبي والسري السقطي، يعني كأنه من أقران سيدنا الجنيد، أو حتى أكبر من سيدنا الجنيد بحاجة بسيطة، لأنه صاحب مشايخ سيدنا الجنيد اللي هو السري السقطي. توفي ببغداد سنة 9، وقيل سنة 98 و200، يعني في الثلاث قرون الأولى، يعني من السلف الصالح. الجماعة الوقت الوهابية يقول لك ما فيش حاجة اسمها تصوف وإحنا سلف، وهم في الحقيقة تلف، دي الحقيقة، لأن السلف أهم صوفية هم، لكن هو ادعاء باطل، كذابين، جهلة وكذابين ومدلسين. قال ابن مسروق: من راقب الله تعالى في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه، لأن أصلا حركة الجوارح تابعة لما يخطر في القلب. فطالما أنت بتراقب ربك في خطرات قلبك، هتظهر الحركات الجوارح اللي هي الأفعال، هتبقى على مراد الله. لو ما راقبتش ربك في خطرات قلبك وسبت قلبك مرتع للشياطين وللوساوس ولشهوات النفس وللهوى، هتظهر على جوارحك ايه؟ المعاصي، فاهم؟ وعلشان كده لابد انك انت شوف، دي حكمة العلماء، العلماء المربين اللي هم اصلا يعني تربوا على منهاج النبوة. فقال لك ايه؟ من راقب الله تعالى في خطرات قلبه، لان القلب فيه ايه؟ خواطر كتيرة، فمحتاجة مراقبة. في خواطر شيطانية، في خواطر شهوانية، في خواطر ملائكية، في خواطر رحمانية، خواطر اعلى شغالة في القلب، ملعب قاعدة الخواطر دي كلها تلعب فيه وتتصارع، وانت بتختار من الخواطر دي ما يناسبك. اذا كنت عالم تختار الخواطر الربانية
اللي هي تقربك من الله فتظهر على جوارحك الطاعة. فاهم؟ الشكر ولي من راقب الله تعالى في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه، وقال تعظيم حرمات المؤمنين من تعظيم حرمات الله تعالى، وبه يصل العبد إلى محل حقيقة التقوى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن حرمة المؤمن أشد من حرمة الكعبة، مش كده برضو؟ فيبقى تعظيم حرمة المؤمن ولو عاصي، لأن المعصية لا تنفي الإيمان، لأن المؤمن ليس بمعصوم. حتى المؤمن العاصي له حق إنك تعظم حرمته لأنه مؤمن. هو أنت أخوك لو أساء إليك مش هيبقى أخوك؟ وهو برضه أخوك ليه حق، حق الأخوة حتى لو أساء إليك. أبوك لو أساء إليك ليه حق الأبوة. المؤمن لو أساء برضه ليه حق الإيمان. فهمت بقى إزاي؟ فلا بد إنك أنت تعظم حرمة المؤمنين لانتسابهم لله، لأن هم مؤمنين بالله فهم عباد لله، فنسبتهم لله تجعلك تعظم حرمتهم لعظم وحرمة النسبة. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فبيقول لك هنا ايه؟ تعظيم حرمات المؤمنين من تعظيم حرمات الله تعالى، وبه يصل العبد الى محل حقيقة التقوى. لان حقيقة التقوى لها حقيقة في القلب، حقيقة التقوى في القلب تظهر في صورة ايه؟ التعظيم الذي يكون فيه التذلل، يعني الانقياد للمعظم. يبقى التعظيم اذا كان في القلب يظهر في الواقع في صورة ايه؟ تذلل. يعني ايه تذلل؟ مش من الذل، لا، من الانقياد. يقول لك ايه؟ دب ذلول، يعني منقاد. فاهم؟ لان المؤمن عمره ما يبقى ذليل، المؤمن عزيز. يبقى التذلل هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الانقياد، فتنقاد للمؤمنين، ما تتعلاش عليهم. شكر ربنا بيقول ايه؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أذلة يعني مذلول؟ لا، أذلة يعني مذلل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ لينوا في أيدي إخوانكم واخفض جناحك للمؤمنين. شفت كل دي معناه ايه؟ التذلل للمعظم. يبقى التعظيم حقيقته ايه؟ التذلل والانقياد للمعظم، معناه تنقاد للمؤمنين، فتستر العاصي، تدعو للمبتلى. فهمت؟ تقبل عذر المعتذر، تعفو عن من ظلمك، تتمنى الخير لإخوانك كما تتمنى لنفسك. ما يبقاش في قلبك غل ولا حسد ولا حب انتقام ولا تشفي. فهمت؟ كل ده ايه معناه؟ التعظيم. يبقى التعظيم تعريفه ايه؟ اظهار الانقياد للمعظم، لان التعظيم ده محله في القلب، لكن بيظهر في الجوارح والتصرفات ازاي؟ انك تبقى منقاد لمن عظمته. فهمت بقى ازاي؟ هو انا هدخل قلبك اقرا فيه تعظيم؟ مش هعرف ادخل قلب، لكن لما اشوفك انت منقاد لانسان يبقى بتعظمه. منقاد لابيك، كل ما يقول لك حاجه تعمل تقول ده فلان ده بيعظم ابوه ما شاء الله. منقاد لاستاذك يقول لك ده فلان ده بيعظم استاذه ما يكسرلوش طلب. يبقى بيظهر في الانقياد. يبقى اللي يدعي انه بيعظم ربنا ولا ينقاد له ويطيعه يبقى كذاب. فهمت بقى ازاي؟ اللي يدعي انه هو بيعظم المؤمنين لحرمتهم ثم بعد ذلك يتطاول عليهم يبقى كذاب. لابد من تعظيم الرسول. مش قال ايه كده؟ لتوقروه وتعزروه. التوقير هو التعظيم. يبقى التعظيم توقير المعظم بالانقياد له. فهمت بقى ازاي؟ اذا كان لله لابد انك انت تنقاد لشرعه وترضى بقضائه. فهمت بقى ازاي؟ وتعظمه سبحانه وتعالى بأن لا تجعل لك نسبة مع فعل الله، فتدعيش أنك أنت ليك حق مع الله مهما أطعته. تعبت، كفاية أنه أكرمك أنك وزر الطاعة على يديك، كفاية دي، حتى ولو لم يخلق جنة ولا نار. فهمت بقى المعاني؟
علشان كده يقول لك ايه، تعظيم حرمات المؤمنين من تعظيم حرمات الله تعالى. وبه يصل العبد في الحالات دي بقى، كل ما تعظم، كل ما نسب الى الله، كل ما ايه تصل لحقيقة التقوى، لحقيقة الايمان. عشان كده النبي كان ايه يعظم النعمة وان دقت، وكان لا يحتقر احد. شفت بقى، النبي ابدا ما كانش يحتقر احد، لا صغير ولا كبير، ويعظم النعمة وان دقت، ويقبل عذر المعتذر، ويستر المعيب، ويدعو حتى للكافر، يقول اللهم اهدي قومي فانهم يعلمون وهم كفار. شفت بقى، لان النبي صدره اتسع لتعظيم كل ما نسب الى الله من الخلق جميعا، فامرنا بالتراحم العام، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وقال شجرة المعرفة تسقى بماء الفكرة، وشجرة الغفلة تسقى بماء الجهل، وشجرة التوبة تسقى بماء الندامة، وشجرة المحبة تسقى بماء الاتفاق والموافقة. شجرة المعرفة دي بتنبت في القلب، والشجرة محتاجة تروى حتى تنمو وتثمر، مش كده برضو؟ طيب المعارف اللي في القلب دي، لأن العقل محله العلوم، والقلب محله المعارف، والروح محلها المشاهدات، والسر محله الإدراكات، إدراكات الشؤون، إدراكات الحكمة في فعل الله في الأكوان، فكل حاجة ليها محل. فهمت؟ فالقلب محله المعرفة، المعرفة دي كأنها شجرة بتنبت في القلب ناتجة عن العمل المطابق للعلم، العمل الصحيح المطابق للعلم ايه الموافق للقرآن والسنة. فهمت؟ تقوم ايه تتولد، تبتدي تنبت كأنك حطيت نبتة ايه المعرفة في القلب. وكل ما عملت الأعمال الصالحة اللي هي مطابقة للعلم الصحيح بالنية الخالصة لله مع الاجتهاد والمداومة، كل ما انت قاعد بتسقيها. فهمت ازاي؟ وعشان كده قال لك ايه، وتسقيها ازاي؟ بدوام التفكر في ايه، في صنع الله. فلما تتفكر في صنع الله، مش تتفكر في الله، الله لا يتفكر فيه، ويحذركم الله نفسه، فكر هو الله يتخيل، يبقى التفكر يكون في الأغيار، في المخلوقات يعني، الأغيار لكل ما سوى الله، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكرون في إيه؟ في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هذا التفكر في المخلوقات الذي تدرك من خلال هذا التفكر أن هناك من يدبرها، وهناك من يقوم عليها، وهناك من يرعاها، وهناك من أوجدها. هذا التفكر يوصلك لمعرفة مولاه الذي تولاها، يبقى ده اسمه تفكر المريدين. تفكر المريدين يتفكر في الظواهر، لكن الواصلين يتفكروا فيما وراء الظواهر، في الظاهر الذي ظهر في المظاهر، دي حالة أعلى. فهمت بقى؟ في الظاهر الذي لم يتقيد بالمظاهر، لأن كل هذه المظاهر التي تراها من الأغيار، والأغيار هو كل ما سوى الله نسميه أغيار، كل المظاهر دي لولا ظهور الله ما ظهرت، فهي آثار صفاته وأفعاله ومراداته. فهناك من ينظر إلى المرادات، ده الواصلين، وهناك من ينظر إلى الصور فيصل للمصور. فهمت بقى؟ وهناك من يصل لحكمة التدبير فيصل للحكيم. علشان كده قال لك ايه، شجرة المعرفة تسقى بماء الفكرة، وشجرة الغفلة، الغفلة عن الله، تسقى بماء ايه الجهل، لان الجاهل في الايه غافل، واحد جاهل يبقى غافل، لانه ما يعرفش الى اين يتوجه، واذا توجه ماذا يفعل. فهمت؟ وشجرة التوبة
تسقى بماء الندامة. طول ما انت في قلبك ندم على ما فرطت فيه من المعاصي تفضل تائب، فهم؟ تفضل تائب، وتفضل شجرة التوبة حية في قلبك، وشجرة التوبة إذا حيت في قلبك تثمر إيه؟ الفرار من الذنب والإقبال على الطاعة. فالندم مهم، عشان كده ربنا خلك نفسك لوامة. لوامة يعني نفس ندامة، باستمرار تلومك وندمانة، ليه عملت كذا، ليه قصرت في كذا، ليه صليت بالطريقة اللي ما تليقش، ليه ضيعت الصلاة عليك، ليه كدبت على فلان وانت عارف انك كذاب يا مجرم، طول النهار قاعدة تشتم فيك، بتبستف فيك، نفسك لوامة، قاعدة بتراقبك يا اخي، عاملة زي ايه؟ زي الناظر المدرسة اللي هو مش عايز يغفل عن تلامذته الاشقياء. فهي النفس كده قاعدة مراقباك في كل تصرفاتك وكل نظراتك، فهمت؟ فطول ما النفس اللوامة دي صحية، طول ما شجرة التوبة قوية، فهمت؟ وشجرة المحبة تسقى بماء الاتفاق والموافقة. شجرة المحبة لله بقى ايه اللي بيسقيها؟ انك انت توافقه في ارادته، هو اراد منك ان تطيعه، اراد منك ان تتعرف عليه، اراد منك ان تقبل اليه. فاذا وافقت ارادتك ارادته بالاتفاق تتولد المحبة بينك وبينه، والموافقة لما جاء في القرآن والسنة، فتبقى موافق للقرآن والسنة، هذا من حيث الحكم الشرعي، وموافق لله من حيث إرادته وتقديره وقدره. أقامك في الفقر راضي، أقامك في الغنى راضي، أقامك في المرض راضي، أقامك في الضيق راضي، أقامك في البسط راضي. فهمت بقى إزاي؟ دي الموافقة. لكن إيه الاتفاق؟ لكن الموافقة، الاتفاق يعني إيه؟ إن كل ما أراده أنت تريده، مش قاعد تعارض الأقدار وكل شوية بتعارض ربك، يبقى ما فيش هنا موافق. فهمت ازاي؟ علشان كده قال لك ايه؟ تسقى بماء الاتفاق، اي اتفاق الارادة، بحيث انك تقبل وترضى قضاءه وقدره بغير منازعة في نفسك وفي غيرك، ثم توافقه على مقتضى الشرع الشريف في الامر والنهي. فهمت؟ لو عملت الاثنين دول تتولد المحبة بينك وبين ربك، يقوم ربك يحبك بقى وانت تحب ربك. وقال: متى طمعت في المعرفة ولم تحكم قبلها مدارج الإرادة فأنت في جهل. يعني إذا طمعت أن تصير من العارفين بالله وانت ما أحكمتش همتك وإرادة التوجه إلى الله بكل همة وعزم، تبقى انت بتضحك على نفسك. هتجيلك ايه؟ هتجيلك اي معرفة هتجيلك وانت لم تحكم ارادتك وتوجهك الى الله وتهم. فهم؟ عشان كده بقولك متى طمعت في المعرفة، اي حدوث المعرفة في القلب، ولم تحكم قبلها مدارج الارادة فانت في جهل، بتضيع وقتك جاهل. ومتى طلبت الارادة قبل تصحيح مقام، وإذا أردت الهمة إلى الله قبل أن تصحح مقام التوبة، إزاي هتهم إلى الله وأنت متلبس بالمعاصي؟ ما هي الإرادة اللي هي الهمة متوجها إلى الله، فإزاي بقى تهم توجه إلى الله وأنت متلبس بالمعاصي، لم تحكم التوبة؟ فهم؟ عشان كده قال لك فأنت في غفلة عما تطلب. يعني كأنه بيقول لك ابتدي احكم التوبة، ثم بعد ذلك قم بهمة وإرادة إلى مولاك، ثم بعد ذلك افعل مقتضيات هذه الإرادة بالأعمال الصالحة والاجتهاد تتولد المعارف. فهمت بقى إزاي؟ رضي الله عنه. استغفر.